كما تشوفوا اليوم مجلس مقر الطنا عنده تحتفل بواحد العرس اللي هو عرس غالي على جميع قلوب المغاربه اللي هو عيد العرش، عيد العرش المجيد. بالمناسبه نيابه على اعضاء مجلس مقر الطنا تنجدد الولاء والطاعه للسده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله، ونتمنوا له بالمناسبه نتمنوا له الشفاء العاجل وجميع المغاربه اليوم تحتفلوا بهذا العيد اللي هو عيد العرش غالي على جميع قلوب المغاربه. واليوم مجلس مقاطعه الطنا تيقوم بهذا الحفل في هذا الفضاء، هذا فضاء فني في وصلات فنيه متنوعه، ونتمنوا من ساكنه بالطنا انها تأزرنا دائما في كما في هذه المناسبات اللي هي اليوم حجت بكثره، حيث المناسبه غاليه ماشي مناسبه عاديه، مناسبه غاليه على قلوب المغاربه. ونتمنوا الشفاء العاجل لجلاله الملك محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد العرش المجيد لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين، نبغوا اولا نقدموا تهانينا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يطولنا في عمره والله ينصره والله يحفظ له الاسره الشريفه العلويه. وحنا اليوم في مقاطعه بطانه احتفلنا اليوم بعيد العرش المجيد والاحتفال اللي دارته مجلس مقاطعه بطانه، وهذا الاحتفال تخلله مجموعه من الانشطه وايضا مجموعه من المغنيين والمغنيات سواء في مدينه سلا وفي اقاليم اخرى، الشرقي الشعبي الصحراوي. ونبغوا نقولوا ان نحن مجلس مقاطعه بطانه اننا عيد ميلاد سعيد لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والاسره العلويه الشريفه ولكافه الشعب المغربي قاطبه. وزين حتى وزين جنة 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 مغربي يا وطننا، جنة 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 مغربي يا وطننا، يا وطن اسمعني يا وطن يا بطرف لفوق 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 لفوق، جنة 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 مغربي يا وطننا، جنة 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 مغربي يا وطننا، يا وطن يا حبيبي
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.